يا اهلا وسهلا ومساء الخير على كل اهلاويه اللي بيتابعونا في كل مكان. حلقه جديده والسادسه، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه ان شاء الله هتكون دسمه وفيها موضوعات كتير هنتكلم كتير. الحقيقه يتهيالي الايام الاخيره فيها تفاصيل كتيره جدا، محتاجه نشوف ايه الرسائل اللي بين السطور، محتاجين نشوف ونفهم معاني كتيره جدا ممكن للاسف تكون غايبه عن ناس كتير. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور النادي الاهلي. النهارده زي ما احمد قال هيبقى عندنا كلام كتير قوي، تشامبيونز ليج يا احمد طبعا، وكمان بكره ان شاء الله مباراه الاهلي واسوان، بنتمنى باذن الله نشوف الفريق الاول في مستوى افضل بكتير من مباراه الانتاج الحربي. وده اللي احنا قلناه يا احمد، انه مع الوقت مع مباريات اكتر ولعب مباريات اكتر باذن الله الدنيا هتبقى افضل ونرجع للمستوى اللي كنا عليه قبل فتره التوقف. صحيح، بشكل تدريجي. الفترة اللي فاتت ما حدش يقدر ينكر انها كانت فترة استثنائية، خصوصا لما نبقى بنتكلم على نادي بطولات. يعني الأندية عموما مش بتقيس مشوارها في مباراة معينة او في لقطة معينة او في فترة قصيرة معينة، لكن احنا بنتكلم على مشوار كبير جدا، مشوار بطولة بيبقى محتاج استعدادات على كل المستوى مستويات. نتكلم على استعداد نفسي وبدني وفني وتكتيكي، والنادي اللي زي يعني الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي لما بتخش بطوله احنا متفقين عين الاداره وعين نجوم الفريق والاداره الفنيه للفريق، ومن ورا دول جمهور كبير جدا ما بيتنازلش ابدا على لقب اي بطوله. عشان كده الحقيقه دايما النادي الاهلي مركز حتى في اللحظات الصعبه، حتى لما بنشوف ماتش زي ماتش الانتاج يا ساره، يمكن تكون الفرقه ما قدمتش المستوى اللي كان متوقع منها، لكن ده ما يمنعش انه بشكل تدريجي مع صعوبه السيزون اللي احنا مارين بيه ان شاء الله الاهلي يستعيد فورمته مره ثانيه ويوصل للاهم وهو بطوله ابطال افريقيا. في حاجه ايجابيه في ماتش الانتاج كمان يا احمد، انه فكره انه الانتاج الحربي ظهر بشكل كويس، احنا محتاجين ده في الدوري. الاهلي محتاج منافسه قويه ومحتاج منافسين يظهروا بشكل كويس معاه، لانه طبعا مهم جدا ماتشات الدوري، مهم جدا الثلاث نقط، لكن كمان احنا برضو بنبص شويه لدوري ابطال افريقيا وده الهدف الاهم عندنا دلوقتي. هنبدا يعني في اخبارنا، نبدا في اخبارنا. وبالتالي النهارده يمكن الخبر الخاص بشريف اكرامي، طبعا حارس مرمى نادي الاهلي اول السابق بقى. اول خبر معانا لحضراتكم النهارده ان الاهلي بينهي مهمه شريف اكرامي مع الفريق الاول. اعتقد طبعا شريف قضى فتره طويله جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وادى دوره في المساحه اللي طبعا اللي يعني لعب فيها. والاهلي الحقيقه زي ما قلنا لحضراتكم واحد من اهم اهدافه استقرار الفريق، اذا كنت بتتكلم على بطوله، اذا كنت بتتكلم على مشوار فريق وانت داخل على مرحله صعبه جدا وطالع اوريدي من مرحله صعبه جدا زي مرحله التوقف، ده بالتاكيد الحقيقه بيكون هدف اهم بالنسبه للاداره. فكره انك تحافظ على استقرار الفريق من اي حاجه ممكن تهز او تعمل حاله من حالات التوتر او حاله من حالات اللبس او تخلي الفريق مش في المود اللي يخليه يركز بشكل كامل في الماتشات اللي بيلعبها والبطولات اللي بينافس فيها، ما اعتقدش انه ده مسموح بيه لما نكون بنتكلم على نادي بحجم طبعا النادي الاهلي. الاهلي ما بيتكلمش او ما بيحافظش على اسماء، الاهلي المقام الاول والاخير بالنسبه له او الهدف الاول والاخير بالنسبه له هو الحفاظ على روح الفريق وعلى استقرار الفريق. خلينا قبل ما ندخل في عناوين الاخبار، وانا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم بمناسبه الاسماء وكنت بدردش مع ساره حتى قبل الهوا، انه الاربع ايام اللي فاتوا وكمان بشكل كبير جدا ال 48 ساعه الاخيره ياكدوا على مبدا واضح وضوح الشمس، ليس بالاسماء فقط تحسم البطولات او تحرز الالقاب. احنا بنتكلم الحقيقه على اربع ماتشات يدرسوا، نتكلم على دور 8 في بطولة دوري الأبطال يا سارة خارج كل التوقعات، بما فيهم الحقيقة ماتش برشلونة والبايرن اللي احنا يمكن دردشنا عليه الأسبوع اللي فات، طبعا سكور 8-2. بس قبل ده أنا عايز حضراتكم تشوفوا من اللحظة الأولى لانطلاق مباريات دور الثمانية من باريس سان جيرمان وأتلانتا ولغاية الدقيقة 90، لما تيجي تقارن كفة باريس سان جيرمان وتقارن أسماء النجوم اللي موجودة فيه وتقارن حجم الصفقات اللي بيضمها نادي بحجم باريس سان جيرمان، تدرك تماما حجم المعاناة لغاية تقريبا الدقيقة 90 لما قدر باريس سان جيرمان يحول تأخره بهدف لانتصار بهدفين. لما نيجي نتكلم على فريق زي لايبزيج، وأنا قلت لك إنه لايبزيج مفاجأة البطولة وفريق حسن محترم جدا، لو نزلنا الشارع النهاردة يا سار وسألنا الجمهور عن اسم اثنين أو ثلاثة لعيبة
من فرقه لايبزيج ما اعتقدش حد هيعرف بعد معرفين. طبعا فيرنر ما سابهم وراح تشيلسي كان النجم الابرز وساب الفرقه والنهارده فرقته موجوده في قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. لما نتكلم على البايرن وعلى برشلونه وفريق بحجم برشلونه بتاريخه وبطولاته بجماهيريته في كل انحاء العالم مش في اسبانيا بس بيضم لعيبه زي ميسي وسواريز وجريزمان وبيكيه وتيرشتيجن ويلقى هزيمه قدام البايرن بسكور تقيل جدا تاني اكبر سكور اعتقد في تاريخ البارسا يبقى مش بالاسماء فقط. وبرده امبارح مان سيتي لما نيجي نشوف كفه المان سيتي مع اولمبيك ليوني لا طبعا هنتكلم على كفه وكل الترشيحات وكل التوقعات كانت متوقعه انه المان سيتي أنا يوصل. انا قلت لك يا احمد ان برشلونه طبعا مش المرشح الاقوى واحنا قلنا ده انه خلاص بايرن ميونخ هو الاقوى بس سكور الثمانيه ده اللي ما توقعتوش يعني لأسوأ الظروف 8-8. ميسي يا احمد كان بيعيش أسوأ هزيمه في تاريخه وميسي ما شافش الثمانيه دي يعني خسر مع الارجنتين قبل كده كنت بقولها امبارح من في تصفيات كاس العالم من بوليفيا 6-1 8-2 كان طبيعي ان احنا نشوف شكله كده. برشلونه كان وحش قوي المدرب فعلا فشل قوي في اداره الماتش بس انا قلت لك في رغم ان انا بشجع بارسا يعني لكن انا قلت لك انه البايرن السنه دي مقدم سيزن ولا احلى ولا انا معاك بس 8 برشلونه يعني ميسي في الملعب 8 صدقيني الموضوع ليه علاقه اكتر بشخصيه البطل من اللحظه الاولى انت مدركه انه البايرن قادر على حسم المباراه يعني حتى بعد ما البارسا تعادل مع البايرن في اول الشوط الاول انت حاسه انه البايرن متسيد انت بتتكلمي على ازاي تقدري تستحوذي على الكوره لاطول فتره ممكنه مع فريق هو الاقدر والاقدر على الاستحواذ. احنا بنلعب بارسا بنلعب التيكي تاك لكن من اللحظه الاولى انت مدركه تماما في احساس كبير جدا بشخصيه البطل البايرن قادر يفرض اسلوبه وهنا بتيجي فكره الانسجام والانسجام بين اللعيبه ممكن يكون فريق على مستوى الافراد على مستوى اللعيبه اللي موجوده فيه مش بنفس القدر بالفريق اللي بينافسه لكن حاله الانسجام وحاله الرغبه وحاله وجود الحافز عند الفريق الاقل من ناحيه الاسماء والامكانيات ممكن جدا تقلب الصوره. حصل ده مع لايبزيج وحصل ده مع ليون في بطوله بحجم طبعا دوري ابطال اوروبا بس ليه علاقه كمان بفشل المدرب يا احمد في ان هو يدير اللقاء لما يبقى هو مستقبل الاجوان دي كلها وبعدين يروح في الشوط الثاني ساحب نص الملعب ونزل هجوم هو المفروض يعني كان المفروض يقتل رتم اللعب اللي هو عمله ده يعني لو خدت بالك برشلونه كان مستسلم فعلا بعد الجون الخامس برشلونه كان اخر ثلاث اجوان دول جم خلاص اللعيبه نفسها كانت مستسلمه بس الحقيقه يعني خساره برشلونه ما كانتش مفاجاه الثمانيه هي اللي مفاجاه بس الحقيقه بالنسبه لي اليوم هو يا احمد اللي كان مفاجاه صحيح احنا عندنا يعني عندنا ليون ولايبزيج فرقتين بيقولوا ظهر بشكل كويس جدا ومفاجئ جدا مفاجئ للمان سيتي ومفاجئ كمان للمشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا وقدر يستغل الغلطات الدفاعيه اللي عملها مانشستر سيتي وخصوصا حارس المرمى اللي ما كانش يعني انا شايف باختصار شديد انه ضحيه دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا مش برشلونه لكنه الحقيقه بيب جوارديولا حقيقه يعني. خلينا نبتدي مع اخبار الاهلي اللي عنده ماتش بكره طبعا مهم جدا مع اسوان في مسيرته في بطوله الدوري ثالث ماتشاته بعد ما بدات او ابتدى الموسم استؤنف مره ثانيه. الاهلي الحقيقه بيتدرب حاليا على ملعب التتش طبعا استعدادا لماتش بكره في الاسبوع ال 20 بعد تمرينه النهارده بعد تمرين دلوقتي يعني هيدخل الفريق في معسكر مغلق عشان يبقى فيه طبعا حاله من التركيز عند اللعيبه قبل الماتش لانها طبعا مباراه مهمه لو اتكلمنا بحساب النقاط كل نقطه في مشوار بطوله الدوري او تساهم في حسم البطوله للنادي الاهلي فهي مهمه جدا وان شاء الله اللقب يكون من نصيب النادي الاهلي في النهايه. نروح لمراسلنا فاروق صلاح من ملعب التتش. مساء الخير. مساء النور لسارة، مساء النور يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدي برنامج السادسه وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. قول لنا كده فايلر كان مركز على ايه في التدريب النهارده قبل مواجهه اسوان بكره ان شاء الله؟ يعني سارة قبل ما نتكلم ونتحدث عن تدريب النادي الاهلي المران الاخير النهارده قبل مواجهه فريق اسوان في الجوله العشرين للدوري الممتاز في ثلاث نقاط ومش هزايد على الامور اللي قلتيها انت واحمد ان النادي الاهلي دائما وابدا بيبقى فوق الجميع يرحل من يرحل ويبقى من يبقى ولكن يبقى النادي الاهلي هو الابقى. قبل ما نتكلم ايضا على المران في ثلاث نقاط مهمه جدا هي حاله الفصل التام اللي بيفصلها مستر رينيه فايلر واللاعبين عن بقاء لاعبين او رحيل لاعبين
فايلر قال انا بتعامل مع الاوراق الموجوده في الفريق حاليا وده شغلي، ان الفريق هو النجم، فريق النادي الاهلي بقيمه ومكانه النادي الاهلي، انا شغلي مع اللعيبه الموجودين وتركيزي كله مع اللاعبين. ايضا النقطه الثانيه المهمه، قفلنا صفحه فريق مباراه الانتاج الحربي والتعادل الاخير، عندنا مرحله مهمه جدا مباراه اسوان. النقطه الثالثه اللي برضو حاله الفصل التام اللي مستر فايلر بيفصل فيها ما بين مباراه اسوان وعدم التطرق تماما للقاء الزمالك، كل التركيز على مباراه اسوان ولقاء اسوان اللي هيجمع ما بين الفريقين في الجوله ال20 غدا على استاد القاهرة. بالنسبة لمران اليوم النهاردة نقدر نقول المران انطلق في تمام الساعة 5:30. قبل المران كان في محاضرة من مستر ريني فايلر مع اللاعبين، اتكلم على أبرز الأخطاء اللي كانت في اللقاء الأخير لقاء الإنتاج الحربي وإزاي هنعالجها في هذا اللقاء. من الممكن وبإذن الله أن اللقاء غدا أمام أسوان هيشهد مجموعة من التغييرات، سواء في المجموعة اللي بدأت اللقاء خاصة اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربي أو لقاء إنبي. أيضا مستر ريني فايلر اتفرج على اللقاء فريق أسوان اللي كان لعب آخر لقائين منذ عودة النشاط مرة أخرى، كانت تلقى الهزيمة من فريق المقاصة بهدفين مقابل هدف وتعادل في آخر لقاءاته مع فريق مصر بهدف لكل فريق. اتفرج مستر ريني فايلر على هذا على المباراتين وقدر أن يقف على نقاط القوة والضعف. وأيضا من الأمور اللي كان بيشيد بيها وبيتكلم فيها مستر ريني فايلر مع اللاعبين عدم الاستهانة بالخصم. فريق أسوان كانت مباراة الدور الأول كانت تنتهي بفوز النادي الأهلي بخمس أهداف مقابل هدف، ولكن عندنا مباراة مهمة ثلاث نقاط مهمة النهارده زي ما قلت ليك يا ساره ولاحمد. المران انطلق في تمام الساعه 5:30. ابرز الامور اللي بيركز عليها مستر ريني فايلر في المران زي ما سالت يا ساره هي حاله التنويع شويه، هيبقى في تنويع وخاصه في ادوار المربع الهجومي الثلاثه اللي بيلعبوا تحت راس الحربه، خاصه في ادوار بعض اللاعبين. ايضا ازاي ان انا استغل الكرات الثابته، زي ما كلنا تابعت يا ساره وتابع احمد ان معظم الفرق في اللقاءين الاخرانيين اخر لقاءين للنادي الاهلي بيلعب زون ديفنس ودفاع منطقه، ازاي نضرب التكتلات الدفاعيه. مستر ريني فايلر خصص النهارده فقره للتسديد من خارج ال 18 سواء من وضع الثبات او من وضع الحركه، ايضا التسليم والتسلم يكون من وضع الحركه، هيبقى في تنويع شويه ان انا ازاي اخترق الدفاعات الحصينه سواء لفريق اسوان، يعني زي ما شفنا اللقاءين اخر لقاءين الطرق الدفاعيه. ايضا من المحتمل ان فريق اسوان ايضا يلعب امام النادي الاهلي بطريقه دفاعيه، مستر ريني فايلر كان حريص ان هو ينوع شويه في ادوار الثلاث لاعبين اللي هيلعبوا تحت راس الحربه، يعني نقدر نقول يعني لم تحسم الامور في خط الهجوم، لكن هيبقى في تغيير شويه عن بعض التشكيل في اللقاء الاخير سواء لقاء الانتاج الحربي او لقاء انبي. زي ما قلنا ايضا سلاح الكرات الثابته وده من الاسلحه المهمه جدا اللي مستر ريني فايلر كان حريص عليها النهارده، تصحيح الاخطاء اللي ظهرت طبعا زي ما شفناها في اللقاءين الاخر لقاءين. يعني اللي انا شايفه حاله من الجديه وحاله من التركيز بتفرض نفسها النهارده على المران من خلالها. نطمن كل جماهير النادي الاهلي، نطمنك يا احمد، نطمن نصارى على حاله فريق النادي الاهلي، التركيز ثم التركيز على المرحله القادمه مرحله مباراه اسوان، ثم بعد مباراه اسوان نبدا نتكلم على مباراه الزمالك. انا موجود معاك يا احمد، موجود معاك يا ساره، اي استفسار اي تساؤل من داخل ملعب التتش. بشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح زميلنا من داخل ملعب التتش. وبيتهيالي انه اكتر حاجه كانت بتميز مثلا في البدايات مستر فايلر مع في مشواره مع الاهلي هي فكره عدم الثبات على تشكيل معين، يعني صحيح كان بيشتغل على طريقه لعب معينه، لكن اقصد اقول كانت في مساحه دايما للتبديل والتوفيق بين اللعيبه وبينها وبعض، ده خلق حاله احنا حسيناها عند اللعيبه نفسها بانه الكل عنده رغبه في المشاركه، الكل عنده الحافز انه يبذل اقصى مجهود عنده في التمرينه عشان يطلع في تشكيله الماتشات الرسميه. وبيتهيالي انه ماتش اسوان مساحه بتهيالي قدام نادي الاهلي، اعتقد انه مستر ريني فايلر ممكن يستغلها بشكل كبير جدا انه يدي فرصه لوجوه ثانيه احنا محتاجين الحقيقه، والفريق محتاج انه يدعم اللعيبه كلها بشكل كبير، واعتقد ماتش اسوان ممكن يكون فرصه كبيره ده. بمناسبه البايرن افتكرت حاجه ما قلتلكيش عليها، انا وحشتني المناقشات دي. افتكرت حاجه مهمه جدا واحنا بنتكلم على بايرن ميونخ، صفقه من الصفقات المهمه جدا اللي حسمها ليفربول، تياجو الكانتارا. واحد ما حدش يقدر طبعا، لاعب يعني صاحب سي في محترم جدا، لعب لانديه زي برشلونه وزي باير يعني ابطال اوروبا، لاعب دولي في منتخب اسبانيا اللي خد بطوله العالم، رايح الريدز اللي هو برضه بطل اوروبا. قيمه الصفقه كام يا ساره؟ كام؟ 10 مليون يورو. وده الحقيقه سؤال مهم، يعني لو ممكن نشرك جمهور النادي الاهلي معانا، لو حضراتكم معاكم 10 مليون دولار مثلا
هتعمل مطلوب منكم تختاروا صفقه تنتقل لنادي الاهلي في ميزانيه ال 10 مليون دولار دول، ممكن تختاروا مين؟ ممكن تعملوا ايه بقيمه 10 مليون دولار او تشتروا لعيب مواصفاته ايه بقيمه ال 10 مليون دولار دول؟ بالمناسبه واحنا بنتكلم على ليفربول، مينا مينو جناح ليفربول اللي جالهم من سالزبورج على ما اتذكر، ريد بول سالزبورج مظبوط، اتنقل من سالزبورج لليفربول ب 8.5 مليون يورو. الارقام دي محتاجه حضراتكم تجيبوا آلة حاسبه كده وتحولوها وتقدروا تعرفوا حجم صفقات للعيبه بين العيار الثقيل بتلعب في اقوى مسابقات في اوروبا، بتلعب في اقوى انديه في اوروبا، كلفت الانديه دي قد ايه؟ واعتقد انه بين السطور هيكون في اجابات كثيره جدا. كلام غير مباشر ده. طب عايز تجاوب على السؤال اللي انت قلته؟ لا ده انا عايز الناس هي اللي تجاوب، انا عايز اعرف اجابتك. مساحه لل يعني انا اقدر اجيب تياجو الكانتارا للاهلي، هجيب تياجو الكانتارا طبعا. طبعا. ومينو مينو مينا مينو الحقيقه لعيب يمكن لسه ما خدش فرصته مع ليفربول، لكن اللي اتفرج عليه او اللي يحب يخش يتفرج على ماتشات مينا مينو مع سالزبورج لعيب على مستوى عالمي الحقيقه. طب لو اسم واحد بس تجيبه يبقى مين؟ انا بحب بس ده متباع لارسنال ب 80 مليون بس، الايفواري بيبي الجناح اللي بيلعب مع الارسنال دلوقتي. انا بشوف اللعيب ده واحد من اكتر اللاعبين الواعدين في البريمير ليج يعني وفي افريقيا بشكل عام. نمسكك التعاقدات في النادي الاهلي. نروح بقى احمد للجنه الطبيه باتحاد الكره اللي اختارت نادي اسوان بسلبيه المسحه الطبيه للكشف عن كورونا، واللي خضع ليها طبعا لاعبي الفريق امبارح استعدادا لمواجهه الاهلي بكره باذن الله ضمن مباريات الجوله ال20. زي ما حضراتكم عارفين اسوان بيحتل المركز ال13 في مسابقه الدوري برصيد 19 نقطه، يعني بعد 19 مباراه فازوا 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 تانيين. لعبوا فريق اسوان سجلوا 21 هدف استقبلت شباكهم 31 هدف تانيين. كمان المقاولين العرب وانبي اعلنوا النهارده سلبيه مساحتهم قبل مباراتهم اللي جايه امام الانتاج وسموحه على الترتيب. طبعا يا احمد بنتمنى الشفاء والسلامه لكل لاعبي الدوري. طبعا طبعا. ومناسبه الصفقات بقى، بما ان انا هبقى مدير تعاقدات او بس عشان ما حدش يزعل احنا بنتكلم انا وساره كده بس على الهوا، بس بمناسبه الصفقات انا بيتهيألي صفقه طاهر هتفرق كتير جداً مع الاهلي الفتره الجايه. كلنا متحمسين لطاهر جدا، اتمنى ليه التوفيق ويكون اضافه لفريق النادي الاهلي، لعيب موهوب جدا وامكانياته عاليه بشكل كبير. والحقيقه انا بشوف في كتير من اللعيبه المصريه سواء بيلعبوا في النادي الاهلي او غير النادي الاهلي انه اللعيبه دي بالذات الشباب الصغير فيهم او عندهم بوتنشال كبير جدا يلعبوا في اكبر الانديه في اوروبا، ينقصهم بس وبيتهيألي محمد صلاح قدر يغير الثقافه دي لحد ما ثقافه الاحتراف والعقليه اللي تقدر تتعامل مع صح. العقليه الاوروبيه صح. في لكن من ناحيه الموهبه والامكانيات عندنا والاهلي عنده ولاده، وانا اتكلمت في حلقه قبل كده على احمد حمدي، الولد ده الحقيقه محتاج ياخد فرصه واعتقد انه خد فرصته هيكون ليه مستقبل كبير. واعتقد ان طاهر هيثبت نفسه بسرعه في المكان بتاع احمد باذن الله. والاهلي غني، الاهلي غني بلاعيبته طبعا يعني الحقيقه. طب بمناسبه الصفقات بس قولي لي ميسي هيروح المان سيتي؟ هتمولي ميسي هيروح المان سيتي؟ دي صفقه الموسم بس انا مش عارف بصراحه، على اشك هو خلاص خروجه من برشلونه دلوقتي بعد اللي حصل ده مش مفاجاه تماما، خطوه في غايه المخاطره. خدي بالك في لعيبه كتير جدا عدوا مشوار طويل جدا مع فرقهم ولما جم يتنقلوا ميسي برشلونه وهو عنده 13 سنه 13 سنه فدلوقتي ان هو يخرج بره برشلونه انا حاسه ان غريب شويه اني هشوفه في الدوري الانجليزي لو ده حصل. ايوه صحيح، هو بس انا يعني اعتقد الدوري الانجليزي بالنسبه لميسي دوري صعب جدا بالظبط، يختلف بشكل كبير جداً عن الدوري الاسباني، والنجاح اللي حصل في الليجا في اسبانيا مش بالضروره انه يتنسخ او يتكرر في ملاعب البريمير ليج او ملاعب الدوري الانجليزي، لانه الكره الانجليزيه لحد ما بشكل كبير يعني مختلفه، ملاعبها اضيق كتير، العنف فيها او مستوى البدني فيها اعلى كتير، نفسها مختلفه يعني. المنافسه كمان جوه الدوري الانجليزي تختلف تماما عن المنافسه جوه الدوري الاسباني، احنا بنلاقي الريال والبارسا وبيجي وراهم اتلتيكو من بعيد، لكن في الدوري الانجليزي اعتقد الامور هتبقى مختلفه. لكن هي حلو لو شفناه مع بيب جوارديولا تاني، هي صفقه هتبقى صفقه موسم محدش ينكر، بيقولوا ان هم يعني مستعدين يقدموا كل الاغراءات، التقارير بتقول كده عشان ياخدوا ميسي. هما اللي احنا سامعينه انه الخزائن اتفتحت في استغلال لحاله الكبوه اللي موجوده عند برشلونه، واستغلال برضو لفكره انه برشلونه محتاج يغير جلده، وعشان يغير جلده فريق بحجم برشلونه اعتقد انه محتاج لصفقات كتيره جدا. نروح للسويسري ريني فايلر، الحقيقه اللي يمكن عمل النهارده محاضره فنيه قبل التمرينه ما تبتدي على طول، عمل محاضره فنيه للعيبه النهارده اتكلم فيها
على ملخص لماتشات فرقه اسوان طبعا عشان ماتش بتاع بكره استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله. الفيديو ده او المحاضره دي ركزت بشكل كبير جدا على نقط القوه والضعف في فريق اسوان قبل ان شاء الله ما الفرقه تقابله بكره ان شاء الله في الساعه 9 مساء على استاد القاهره في اطار طبعا منافسات الدوري العام. كمان كابتن عبد الحفيظ اعلن سلبيه المسحه الطبيه للاهلي قبل مواجهه اسوان وقال انه خلاص المسحه طلعت سلبيه اللي اجراها لاعبو النادي الاهلي وقبل مواجهه اسوان بكره ان شاء الله في الدوري واللي هتبقى الساعه 9 على استاد القاهره. نروح الحقيقه خليني اقول كمان انه لعيبه الفريق نادي الاهلي عملوا مسحه طبيه طبعا طبقا للاجراءات والبروتوكول أكيد. قبل الماتش وان شاء الله اطمن على فرقتنا قبل ماتش الاهلي واسوان. نروح لميرر البريطانيه، صحيفه ميرر البريطانيه اتكلمت زي ما ساره كانت لسه بتقول على انه نادي مانشستر سيتي مهتم جدا وبيقدم اغراءات كبيره جدا بهدف التعاقد مع ليو ميسي نجم برشلونه الاسباني. زي ما اعلنت او نشرت الصحيفه البريطانيه في عدد كبير جدا من الانديه بتترقب موقف ميسي من برشلونه عشان تتعاقد معاه في حال قراره بالرحيل طبعا عن البارسا، ويمكن على راس الفرقه دي بيجي مانشستر سيتي الانجليزي. الصحيفه كمان اضافت انه ملاك سيتي مان سيتي مستعدين ان هم يقدموا كل الاغراءات الممكنه في سبيل اقناع النجم الارجنتيني عشان ينتقل لملعب الاتحاد، واشارت انه اداره المان سيتي بتنتظر اشاره واحده من نجم البارسا عشان تتحرك بشكل رسمي لضمه وتقطع الطريق بقى على كل الانديه اللي بتحاول الحصول على توقيع ميسي ومنها انتر ميلان الايطالي وانتر ميامي الامريكي. الصحيفه كمان اختتمت موضوعها بانه مانشستر سيتي في التوقيت الحالي بيراهن على حاجه اداره برشلونه لاموال الصفقه عشان يقدر يجدد بيها او يبني بيها فريق البارسا الجديد بعد طبعا ما خرج الموسم ده، اعتقد يمكن الموسم الاول للبارسا من فتره طويله من 8 سنين يمكن يخرج من كل البطولات اللي شارك فيها بدون الحصول على لقب واحد. نروح لدوري الانجليزي، رابطه الدوري الانجليزي اللي اعلنت تتويج البلجيكي دي بروينا لاعب مانشستر سيتي بجائزه افضل لاعب في موسم 2019-2020. دي بروينا الحقيقه وصل الموسم ده لصناعه 20 تمريره حاسمه في البريمير ليج وحقق افضل سجل شخصي ليه بعد ما تجاوز رقمه في موسم 2016-2017، وكمان اللاعب اللي عنده 29 سنه تفوق على رقم الالماني مسعود اوزال لاعب ارسنال الحالي اللي صنع 19 هدف في موسم 2015-2016 للدوري الانجليزي، وكمان قدر ان هو يعادل اللاعب البلجيكي الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تيري هنري. هنري انت بتقولها اونغي بالفرنش؟ تيري هنري. اصلا انا مش عارفه اقول اونغي على الهواء يعني. اسطوره ارسنال كاكثر صانع للاهداف في موسم واحد للبريمير ليج بعد ما قدم 20 تمريره حاسمه موسم 2002-2003 والجانرز كانوا في المركز الثاني بعد مانشستر يونايتد. كمان دي بروين تفوق على الكسندر ارنولد وجوردن هندرسون وساديو ماني من ليفربول وداني انجز من ساوثهامبتون ونيك بوب من بيرنلي وجيمي فاردي من ليستر سيتي. النموذجي، احنا بنتكلم على لعيب الحقيقه نموذجي، نموذج اللاعب في خط الوسط، واعتقد انه صح. بعد مرحله ميسي ورونالدو دي بروين من القادمين بقوه الحقيقه انه يكون واحد من افضل اللاعبين في العالم ان ما كانش افضلهم في قلت لك اللي كابتنه في الفانتزي كسب السنه. نروح لنيمار الحقيقه اللي قدم مباراه رائعه مع وكان واحد من اهم اسباب فوز باريس سان جيرمان وتاهله قبل النهائي. نيمار نجم باريس سان جيرمان وتوماس مولر مهاجم بايرن ميونخ بيتنافسوا على جائزه افضل لاعب في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. الحساب الرسمي لدوري الابطال نشر على صفحته على او على الحساب بتاعه على تويتر قائمه المرشحين للفوز بجائزه افضل لاعب في الدوري في دوري الابطال، وهم نيمار باريس سان جيرمان وتوماس مولر من بايرن ميونخ وموسى ديمبلي من اولمبيك ليون. والحقيقه يمكن الثلاث لعيبه دول ساهموا بشكل كبير جدا في تاهل فرقهم لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ونيمار الحقيقه نجح بقوه الحقيقه ان هو يقود سان جيرمان عشان يحقق التعادل، وبعدين طبعا هدف الاقصاء لاتلانتا من دور ال 16 دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا. اوباميكانو كمان مدافع لايبزيج قدم مباراه حلوه وقدر يحافظ على
دفاع فريقه قدام اتلتيكو مدريد يا احمد. صحيح، بس الفريق النجم في دور الثمانيه اعتقد انه البايرن ميونخ طبعا مستوى طبعا. على تفتكر هو اللي يعني هياخد البطوله؟ ما احنا اتعلمنا بقى ما فيش حاجه اسمها تفتكر، هو من المرشح، هو اقوى مرشح، لكن ما اعتقدش انه البطوله اتحسمت، البطوله لسه في الملعب. ليون قالوا ان هو هيطلع قدام اليوفي وقدر ان هو يطلع يقص اليوفي بره البطوله، قالوا انه مش هيقدر يصمد امام المان سيتي وقدر ان هو يعني يطلع المان سيتي واحده من اقوى الفرق اللي كانت مرشحه للفوز بالبطوله، وبالتالي صعب جدا فكره التكهنات او فكره الحسابات. نروح لفاصل يا ساره ونرجع مره ثانيه لمشاهدي السادسه بعد الفاصل. ما بيرحمش.